الذي يقرأ. القراءة التشريعية هم البرلمانيون والحكومة. الذي يقرأ قراءة الجامعة والتفسير هم الأساتذة الجامعيون. ولكن الذي يقرأ قراءة التطبيق من هو؟ هو المتقاضي الذي تنطبق عليه تلك القاعدة، هو الذي سيشعر بها عندما سيحكم القاضي، عندما سيصدر الحكم، هو الذي له اليوم الكلمة ليقدم قراءته هو في أي تعديل يطبق عليه. ليس للفقيه وليس للسياسي، المواطن اللي عنده ديك دعوة الكرم، ديك المرأة اللي عندها دعوة الطلاق، ديك الشركة اللي غتكون في الإفلاس. هذه القراءة التي نقوم بها نحن جميعا في هذه القاعة، ما احنا لا سياسة لا برلمانيين لا حكومة لا جميع، نحن هم المتقاضون. فإذا كيف سيطبق المشروع؟ وهو السؤال. ليس في جوانبه الإيجابية، أنا المواطن لا يمكنني أن أبحث للحكومة أو المشرع عن الإيجابية وأصفق له عليها، هذا واجبك وترشحت لهذا السبب، وأنت حكومة وبرلمانا ودرتي الحملة ودرتي البرنامج ما نصفقش لك على الإيجابي، أشير فقط إلى ما هو نقائص فيما تقوم به. فإذا لا تنتظرون مني أن آتي هنا وأقول الإجراء فلاني جيد، جيد هذا واجب، واجب. ما حكومة ولا برلمان ماشي تما باش يغلط، لا ماشي دار صحيح، لأن المواطن أو المتقاضي من حقه أن يثير انتباه الحكومة فيما تقوم به. لكن الشيء الإيجابي اللي ما خصناش نسكتوا عليه، اللي خصنا ما يمكنناش نتكلموش عليه، هو أنه الحكومة اليوم تقبل أن تناقشنا نحن، وهي تعرض كذلك البرلمان، وهذا شيء إيجابي نصفق له ونتمنى أن يتطور في كل القوانين، وهذا هو الشق الأول أو الصف الفصل الأول من الدستور الذي يرد على أن ملكيتنا هي ملكية مبنية كذلك نظام السياسي مبني على التشاركية، وهذا هو التشاركية نحن في اليوم. هذه القراءة الثلاث، هذه القراءة الثلاث التي قلت عندما نستعملها في المشروع قانون المسطرة المدنية سنلاحظ بكل عناء كبير، بدون عناء كبير، على أن هذه المسطرة مكونة من طبقتين، طبقة ذات طبيعة إدارية، إجراءات بيع كيف يباع كيف يتبلغ كيف 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 كيف، وطبقة تتعلق بالحقوق أي بالأمن القضائي. لهذا أنا الشق المتعلق بما هو إداري ما غاديش نتناوله، لأنه على كل حال هو إجراءات قد تتغير تصيب فيها، لكن سأتناول ما هو يمس بالأمن القضائي، يعني بحرية وحقوق المواطن. نعلم على أن القانون وبعده القضاء سلطته مقررة، لأنه ينقل الثروات من فلان إلى فلان ويحمي الأعراض أو ينقذها ويمس الأرواح أو ويسجل الزيادة للحياة ويعدمها ما دام بقي عقوبة الإعدام جارية. فإذا دور القضاء هو دور خطير، ليس خطير بمنطلق السوء، لا، خطير بمقترن الأثر الذي تحضره الأحكام، وهذا موضوع آخر يمكن أن نتناول عليه. في هذا الشقين عندما نذهب إلى الشق المتعلق بالحقوق وبالأمن القضائي، السؤال الذي يطرح هل هذه التعديلات وليس المسطرة بكاملها من شأنها أن تؤمن الأمن القضائي وأن تحمي الحقوق كما نريدها نحن كمغاربة وكمتقاضين؟ الجواب في تقديري هذه التعديلات ستمس إن خرجت الوجود المحاكمة العادلة، وستمس الأمن القضائي. كيف؟ لا يمكن لنا أن نطلق الكلام على عوائنه، يمكن أن نعطي لهذا المشروع عدة أوصاف، الرقمنة، النجاعة، التسريع، هذا كلام جميل ربما موجود في بعض المواد، لكن يجب أن نبحث عندما نريد أن نطبق هذه المسطرة، أو عندما لو طبقت على حالتها اليوم كيف سنراها عمليا؟ هو العرض الذي سأحاول أن ألخصه لكم. عندما نجمع هذه المواد ونقرأها بنوع من التأني، طبيعة الحال أنا لا أملك الحقيقة كاملة، ربما يقرأها زملاء آخرين وأساتذة بشكل آخر، في تقديري هذه التعديلات ستؤدي أو الغرض منها أمرين. الأمر الأول هو تقليص الولوج إلى القضاء، أي النقص في عدد الملفات المعروضة أمام المحاكم،
والغرض الثاني هو الإسراع بالبت في القضايا. فسبب أول متوجهون ضد المتقاضي، والسبب الثاني متوجهون ضد القاضي بنفسه. حكم والسلام. في نهاية السنة كاين بحال البيلون ديال الشركات، ستوك شحال باقي عندك من الملف، وهذا شيء لا يمكن أن نقبله ولا يمكن أن نسكت عليه. لكي نفهم إرادة المشرع، هذا المشروع فيه بيان الأسباب، فيه بيان الأسباب، ما فيش ديباجة. ديباجة تكون من النص ويصوت عليها كما يصوت على القانون، كما هو الحال في المدونات الأخرى. بيان الأسباب هذا عندما نقرأه تبين الحكومة ما هي منطلقاتها وهي تعدل. ستقرأنا بطبيعة الحال لأنها مرفقة مع المشروع، فيها بعض الأشياء لكن لم تذكر وثيقتين أساسيتين ولا أعرف لماذا. الوثيقة الأولى هو تقرير نموذج التنموي الذي قدم وصفا قاسيا للقضاء وللعملية القضائية وللقوانين. والوثيقة الثانية المهمة هي الرسالة الملكية التي تليت في المؤتمر الأول لاستقلال القضاء في أبريل 2018. وثيقتين مهمتين في إثبات الحقوق وفي النجاعة وفي الأمن القضائي لا وجود لذكرهما في هذا المشروع، في الرسالة التي تبين أسباب هذا المشروع. سأحاول أن أتناول بعجالة من خمسة مداخل. المدخل الأول يتعلق بالمخالفة للدستور. هل يمكن أن نكون أمام قانون مخالف؟ أم أن الحكومة تستفيد من القضية ديال أنه الدفع الدستورية باقي ما كاينش، إذا كيمكن ندوز قانون مخالف الدستور لأن عندي الأغلبية، علما أن المعارضة اليوم لا تملك الذهاب إلى المحكمة الدستورية، خصهم يتجمعوا كاملين يتفقوا كاملين، وهذا الشيء ما عمره ما كان. تبعنا الملتمس الرقابة داروا الاتحاد الشراكي العدالة والتنمية، قالت له لا، طاح كل شيء. فإذا الأغلبية هي أغلبية قوية اليوم، إذا لم يأتي التعديل من الأغلبية لن يعدل هذا النص. إذا كما نكونوا فاهمين، يا إما الحكومة غتعدلوا عندها الحق التعديل، يا إما الأغلبية غتعدلوا عندها حق التعديل، أما المعارضة ما عندها حتى شي وسيلة باش توصل ليه. إذا المخالفة الدستور كاينة، أنا غنقول فين باينة بكل حضور. كاينة المخالفة لحق الولوج للعدالة اللي هو حق في كل الخطاب التي تناول فيها جلالة الملك القضاء منذ 2009، المتقاضي، القضاء في خدمة المتقاضي، 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 المتقاضي. في هذا المشروع إعدام وإغفال للمتقاضي، وكأن المحكمة وضعت لتبت في ملفات كأوراق وليس في قضايا حقوق للناس. هناك مواطن له حق يلجأ المحكمة، لا يكفي أنك أن تضع مقالا لتختفي كمتقاضي، وسأوري وسأوضح أن ستختفي حتى كمحامي. سيختفي المتقاضي والمحامي، سيبقى فقط الورق الذي يجعل على القاضي أن يبت فيه كذلك وبسرعة بالشكل الذي مثبت بالفصول وليس بالتقديم التي يمكن أن نقدم الفصول. المدخل الثالث، المخالفة للمبادئ العامة للقانون. هل يعقل حكومة 2024 أن تسن قانون مخالف للمبادئ العامة للقانون التي نقرأها جميعا في بداية الكليات ديالنا؟ المدخل الثالث، المواد التي تمس عمل المحامي مباشرة وتتوجه له مباشرة. والمدخل الخامس هو تمديد صلاحيات النيابة العامة في الجانب المدني. احنا راهم في المسطرة المدنية، خلي الجانب جون حين ما كنتكلموش عليه. ما يتعلق بالمس الدستور باين من ما يلي، اللي كنرجعوا واحد في الستة من الدستور. ندين المشرع الدستوري اليوم قدم لبلدنا دستورا من أروع الدساتير تحصينا لحقوق المتقاضين. ولأول مرة في الدستور ديالنا عندنا باب اسمه حقوق وحريات الأساسية، وعندنا باب اسمه حقوق المتقاضين. ولكن عندنا الفصل 6 يقول شيء مهم نجد عكسه في هذا المشروع. يقول لك الفصل 6 عدم رجعية القوانين وضمان الحقوق المكتسبة.
المعنى ديالو ما كيمكنش تجي حكومه اليوم وتلغي حقوق مكتسبه التي كانت في القانون سلبي العمل. مواطن مغاربه واحد الحكومه دارت عطاتهم واحد الحقوق، نفرضوا مثلا زادت لهم في الحد الادنى للاجر. ما كيمكنش تجي شي حكومه وتقول لنا باغي نقص الحد الادنى، ستمس الدستور. هذا هو المغرض من الحقوق المكتسبه. في هذا المشروع هناك تراجع عن الحقوق المكتسبه، وسترونها كما ترون ذلك تلك الصوره في ذلك التلفاز. الماده 5 قلبت الاجل، قلبت الدستور. الاجل المعقول شنو كيقول الدستور في الاجل المعقول؟ 120 كيقول لك؟ ماشي كيقول لكل شخص، الدستور كيتوجه للمواقع المتقاضي كيقول له لكل شخص الحق في محاكمه عادله وله الحق ان يصدر حكمه في اجل معقول. هو يتوجه الى المتقاضي، الى المواطن. الماده 5 اش كتقول لنا؟ يجب على المحكمه ان تبت في اجل المعقول. قلبات الحق الدستوري من شخص اعطته للمحكمه، ولات المحكمه خصو يبت. وهذا الاجل المعقول هو واحد الحاجه تسمى الاجل الاسترشادي. صوبت محكمة نزاعات الشغل 5 ايام، الاخرى 4 ايام، الاخرى 3 ايام، كل واحده داروا لها النهار. ما عرفش كاين الا ذاك السيد اللي كتب هذاك الاجل الاسترشادي واش كان في شي محكمه، واش حضر للدار البيضاء مثلا جنايات فيها 200 ملف كيدخلوا هكا. حنا دوك القصيورين ما كيبان لنا القاضي حتى كتوصل الجلسه النص، عباش كيبان لنا الرئيس. ما فهمتش انا كيفاش كيمكن لهم يتصوروا الاجال الاسترشاديه. المس بالدستور سنزيده في التمييز، في التمييز. الماده 6 كتقول لك القانون، المواطنون والمغاربه او المواطنون متساوون امام القانون ومثلهم مثل المؤسسات العموميه. يعني ما يطبق على المواطن يطبق على الاداره العموميه. هذا المشروع اجا قال لنا اللي عنده تحكم عليه ب 40,000 درهم ما عنده حق لا يستانف ولا يدير النقد، لان النقد خصك 10,000 درهم. فاذا الذي يحكم عليه ب 4 مليون ديال الدرهم، ب 40,000 درهم، ما عندوش حق يستانف. قالوا لنا راه عنده واحد المسطره ديال يمشي عند الرئيس بحال داك الشيء ديال السيد المسطره ديال القرب. لكن باي حق تميز المواطنين بناء على المال؟ 40,000 درهم هي إذا كانت هي تعويض ديال البرلماني، أنا كنت برلماني أنا كان كيعطيوني داك الشيء، راها عشرات المرات السميك، يعني عشرات العائلات، عشرات العائلات كنقول لهم ما عندكمش حق تستانفوا. وثانيا من ناحية المبدأ، أي عقل أن تصنف المتقاضي بناء على المال؟ النقطة الثانية جديدة وهي أنه إذا تقاضي أنت الدولة أو الضريبة أو إدارة عمومية واشترت ودرتي وحكمت لك المحكمة بحكم نهائي استنافي، إلى درتي النقد ما تنفذوش أنتيا. هذه القضية يمكن مفهومة لأن الدولة الذمة ديالها مليئة وربما نفذوه ويتنقد الحكم وما لقاوش، هذا الشيء معقول. ولكن علاش هي ملي كتدعيني تنفذ عليا؟ الدولة عندما تدعي المواطن أو الإدارة العمومية تدعي المواطن كتنفذ عليه في استئناف وخا يدير النقد. والمواطن إلا دعا الدولة لا، إلا درتي النقد يوقف. هذا التمييز، هذا الخرق ديال الفرس الستة من الدستور. وهذا شيء ما كيمكنش يكون في نص التشريعي في دولة المغرب ديال 1924 اللي عندها دستور 2024. نبغي نوقف مرارة باش نقول انظروا إلى ما يقع في الجزائر وتونس ومصر ولوبيان ولبنان والخليج، والوحيدة الورقة والوردة المنتعشة التي كانت في الخليج وهي الكويت، البارحة أغلق الباب وتسد البرلمان ديالهم وقال لهم اللي عنده شي حاجة يمشي يقضيها. المغرب اليوم هو الضوء في الملف في البلدان العربي بديمقراطيه واستقراره السياسي، لنستمر وندعم الاستقرار السياسي بالقوانين التي نطالب بها. الحق في الولوج، المنع في الولوج للعداله. الماده 10 كتقول لك متقاضي كيتقاضى، تخرج له شي كلمه، يمكن واحد الوثيقه ما بغى يشيد لي بها،
القاضي غيقول له انت كتقاضى بسوء نيه، كيحكم عليه بغرامه. غرامه شحال بعدا؟ اقلها هي 10,000 درهم ياك. والمشكل ماشي هو، كاين جوج مشاكل ديال هذا النص. اولا الذي سيحكم له بالغرامه هي الخزينه، هي ما حاضره ما مدها عليه ما مدها حتى حاجه، ما طاري لها والو، ولكن غيحكموا لها بالغرامه الاولى. ثانيا على من غادي يحكموها؟ معلوم على المحامي، لان المتقاضي اليوم المحامي ماشي هو. بكري كان عندنا المحامي هو وكيل الخصومه كيف القانون المدني، اللي بغى يتخاصم يخلصو يتخاصم بلاصتو. لا، انت محامي، انت ملزم بالاستشاره باش الدفاع. فاذا المواطن غيقول لك وانت استاذي اللي درتي هذاك الشيء، انا شنو نخلص انا الغرامه؟ اذا غادي نخلصوها احنا ان شاء الله بحول الله مع قوتي. استاذ طبيح باقي عندي باقي بزاف. لا ماشي بزاف، انا غندرب انا هو نزولا عند رهوط القاعه. انا غنمشي بسرعه، نمشي بسرعه، نمشي بسرعه. الماده 62 الزملاء، ما عمر فيكم شي حد باقي يدير شي دفع. الدفع يدير لك عدم القبول، يحكم عليك بالغرامه ثاني. عدم قبول الدفع في الابتدائيه كيمكن السلاف تقبلوا لك، الله يحكم لك هو في الاول الغرامه. عدم قبول الدفع. نحيد بعد اشياء باش ما نضيعش لكم الوقت ثاني. المهمه الاخرى، الذي يقيم الدعوه، الذي سيقيم الدعوة هو ومحامي سيحولون إلى آلية للتبليغ تحت طائلة عدم القبول. ثاني كتحط المقال خلص عليه رسوم قضائية بمبالغ كبيرة، كيقول لك كاش استدعاء، دي أنت المفوض قضائي، نهار الجلسة ما تبلغاتش عدم القبول. عدم القبول يعني الدولة خرجت من التبليغ وسيتكلف به المواطن، بطبيعة الحال سيتكلف به المحامي، سنصبح اعوانا للاعوان القضائيين في هذه المسطره التي يريدون تطبيقها. ما يتعلق بالمبادئ العامه ما غاديش ندور، هي كثيره غادي بعض منها. مثلا الماده 13 كيقول لك اليوم القانون كيقول لك المحكمه يمنع على تغيير سبب وموضوع الدعوه، يمنع عليها. اليوم يمكن ان تغيرها، كتبان لنا الجمله ماشي مزيانه. لا مزيانه، ها الاثار ديالها. سيده مشات للتطليق قالت لهم كيضربني، القاضي دار البحث بلي ماشي الضرب، حاجه اخرى، علاقات اخرى حميميه، يغير سبب. هي ما بغاتش كاع تجبد هذاك الموضوع، تجبدو نتايا. ولماذا ستغير الحكومه السابقه؟ حكومه محايده، ياك المحكمه محايده، تبت في حدود الاطراف. اللي عنده سبب غادي يعلنوا غادي يقولوا، هادشي كيمس بالنظام العام، بالامن، بالمؤسسات، بالاستقرار ديال العمليات القضائيه. رئيس المحكمة غدا غادي يولي، دابا ملي كتنزل المقال النظام المعلوماتي اللي حنا داخلين في الرقمنة يعير المقرر، لكن الرئيس كيمكن يغير المقرر. علاش؟ الله أعلم. إذا كان الحياد واستقلال، كاع القضاة كلهم كيف كيف، واللي كيخرق القانون كيخصك. لا، فرغوا النظام المعلوماتي وأعطوا للرئيس أن يغير القاضي بسبب لأسباب. لكن اللي مهم بالنسبة لي أو اللي صعب، سمعنا كل شيء على المسطره المدنيه، ما سمعناش واحد الفصل تعدل. واحد الفصل اللي هو التعليل. وبقى لنا تكون الاحكام معلله. اشنا هو التعليل؟ الله اعلم. بينما هذا المشروع دابا المشروع باقي ما داش، يتناقض المشروع مع التنظيم القضائي في الماده 16 منه، الذي احدث قاعده جديده وهي ان القضاة عندما يختلفون يضمنون الراي المخالف. ما كايناش هنا. ما بقاتش في المسطرة اليوم. اللجوء الوسيط، الاجل ديال الاسقاط، الاجل ديال الطعن. كيف قريناه في كندا؟ يا اجل اسقاط، واجل اسقاط لا يتوقف ولا ينقطع. غادي يولي يتوقف عندما تلجا للوسيط. يعني كنمسوا المبادئ، القانون يزعزع المبادئ القانونية العالمية اللي عندها قيمة دولية. في المغرب الناس لما يجي واحد من المانيا يقول لك او انتم عندكم الاجل ديال الطعن يتوقف. شنو البلاد هذه؟ قوانين العرف، القانون الدولي، القانون، كل شيء ما كاينش فيه. حنا الان كندخلوا في هذا الشيء، انا كنفرح